يلا طلع 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 حاج ابراهيم ايوه سامر امشي انت اللي جاي لا سامر بس بعده معوض شوي شوي بس انت انا جاي اذا تمشي يوم مشي دل سوا إذا بدو جاني ولا من جنب خلي يطلع من جنب طريق لهون إيه من أول سيارة من أول يوم زفاف القوات الشعبية السورية اليوم شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا على أراضي عفرين الطاهرة اليوم نشيعهم من حلب كما وعدنا السفاح كما وعدناه للسفاح أردوغان بأنك سوف تشاهد الحاضنة الشعبية للقوات الشعبية السورية كونه وصفهم بفصيل إرهابي يقولون أنهم سوريون هذه الحاضنة الشعبية وهؤلاء سوريون ونعده بأننا سوف نكون على دربهم حتى الشهادة أو النصر لنطهر كل شبر من أرض سوريا الحبيبة نحن بنمثل كقوات شعبية سورية ورح ندافع عن أرضنا مهما كان الثمن يعني وأي شهداء ارتقوا بعدوان التركي السلجوقي الغاشم العثماني وإن شهداء يعني بيدافعوا عن أرضهم وعن تراب أرضهم إن كان بعفرين ولا بغير عفرين لأنه هي كلها بتضل تراب أراضي سورية ونحن كشعب سوري من واجبنا أن ندافع عن أرضنا وعن تراب أرضنا كمواطنين سوريين